السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأربعاء 26/2/1439، نحن في ضيافة الشيخ عبد الله عبد الرحمن الجميح وضيوفه الأكارم أصحاب الفضيلة الشيخ المطلق والشيخ المنيع. حديث ديني شيق وحديث اجتماعي جميل. كان الجو العام في ود وفي محبة، وكما تعودنا من الشيخ المنيع والشيخ المطلق كما هم في برامجهم التلفزيونية وفي حضورهم وفي محبة الجميع لهم. عبد الله حياكم الله، يا هلا عبد الرحمن الجميع، حياكم الله، شرفتونا ونورتونا. نشكرك على هذه الجمعة المباركة، وبالعكس الله يسلمكم، والتقينا بأصحاب الفضيلة، شرفنا بوجودكم وحضوركم، الله يحفظكم ونقدر حضوركم. الله يسلمك، العافية يسلمك. شكرا لك، تشرفنا اليوم بالشيخ هذا الحسام نكون من أصدقاء المرضى في محافظة جدة، بتوجيه لمدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور مشعل السياري، وهذا شرف لنا ورجل أعمال وقامة الشيخ هذا الفوزان يكون معنا، هو الشيخ عماد النهيدي والشيخ عبد الله الجميع، شرف لنا وخدمة المرضى وخدمة أهل جدة. ما قصرنا الله يعطيكم العافية، سعدنا باللقاء لك بك وجها لوجه. الله يعطيك العافية، ونحن متابعين لك في برامجك وفي محبة الجميع لك. وفقك الله، الله يسلمك ويبارك. أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تتبعها، وخالق الناس بخلق حسن. جزاك الله خير. هذا عندك 2 مليون متابعين ونصهم النساء، الحين أنت صرت الحين خلاص مشهور عند الله ويجزاكم خير. شيخ المنيع، كلنا اليوم لقيناك أول لقاء، أول مرة نلتقيك وجها لوجه. أنا حبيت وإحنا وأنت تتحدث عن الربا والأمور هذه والبيع وما هذا، حبيت أقول لك كنت أنا طفل صغير في الطائف قبل 45 سنة، كان عندنا شيخ الذهب في الطائف، شيخ صديق، كان حريص إنه ما يكون في ربا نسيئة. كان لديه محلين، محل يبيع فيه للبيع بس يبيع، ومحل يشتري كي لا يقع في الربا. صحيح الشيخ هذا والله على الربا ما في شك ان نعم. ان ما يتعلق بالمصارفه نعم. يجب ان تكون ان كانت من جنس واحد فمثلا بمثل، يدا بيد يدا بيد نعم. الله يعطيك العافيه.